مساء النور والسرور، اهلا عبد العزيز وتغريد، وتحيه طيبه لكم ولكل المشاهدين. ونرحب فيكم اكيد مشاهدينا مع دخول اليوم الشهر الفضيل، يعني يبرز على المائده السعوديه خصوصا في افطار رمضان، واحده من اهم الوجبات الغذائيه والثمار التمر، وعلاقه عرفها العرب منذ قديم الزمان. ولذلك تكون المركز الوطني للنخيل والتمور الذي يهدف الى تطوير وتنميه قطاع النخيل والتمور في السعوديه، وكذلك المساهمه في رفع كفاءه الانتاج وخفض التكلفه. موضوع راح نتحدث عنه وله علاقه بالتمور، ولكن قبل ذلك نبغى نروح نشوف هذا التقرير لزميلنا بدر الشريف ونرجع ندردش. أسموه مسامر الركب وأسموه مسامير الركاب. التمر الثمرة التي فاق عدد أصنافها في السعودية 400 صنف، تتنافس على إنتاج أجودها كل من المدينة المنورة والأحساء والقصيم والرياض والعلا، وهو عنصر أساسي على كل سفرة إفطار رمضانية اقتداء بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. متعب الجهني أحد تجار التمر يبحر بنا في أنواعه وأسعاره. التمور ما شاء الله تبارك الله لها أنواع كثيرة، يمكن بالنسبة لنا عندنا يمكن أكثر من 30 نوع هنا في المحل، في السعودية يمكن أكثر من 100 نوع، لكن زي عندنا إحنا هنا عندنا الصفري، وعندنا اللبانة حقت المدينة ولبانة نجران، وعندنا الرشودية، وعندنا الجلكسي اللي هذا أكثر ما شاء الله طلبا ومبيعا. أي هذا هو الجلكسي، الناس إقبال عليه. عندك المجدول الرطب، ففي إقبال عليه حتى برضو لأنه قليل سكر والناس تحبه يعني أكثر شيء يعني. المجدول. هذا المجدول أيوة. وعندك هنا النبوت سيف، هذا النبوت سيف الناس تحبه لأنه بارد شوي عليه. وعندك بعدها الخضري والصقعي هناك برضو، فالناس عليها يعني طلب كثير. سبحان الله، هي الجلكسي والمفتل السكري الحبة كبير، هذه هي عندك، هي هذه عليها إقبال كثير ما شاء الله تبارك الله. هذه قبل رمضان دائما إقبالها كبير، الجلكسي والسكر والمفتل السكري. يعني زي عندك النبوت سيف، عندك تتفاوت سعره من 30 إلى 35 إلى 40 الكيلو. وعندك المجدول نفس الطريقة، من 40 إلى 35 إلى 50 تتفاوت أسعار الحبة على حسب نظافتها وجودتها. يعني هذه أسعار يعني اللي في السوق كاملة. يعني عندك السكر المفتل من 30 إلى 40 على حسب جودة الحبة والنظافة، ودون قشرة بقشرة، يعني لها زبائنها اللي يطلبونها. يعني ينتعش سوق التمور قبيل رمضان، والزبائن لهم اهتماماتهم الخاصة. أنا بستخدم دائما السكري في الدرجة الأولى، وبستخدم السقعي. بعدين أنا شفت عنده نوعيات جديدة سألته عنها، اسمها أم الكبار والسالمية ومبروم كمان والمجدول، والحقيقة تشجعت أخذت منه من كل النوعيات. والله أنا جاي هنا أبغى أشتري تمر، نبغى نشتري تمر. طبعا الحين بداية رمضان إن شاء الله قريبة بعد كم يوم، شيء ناكله وشيء نوزعه يعني صدقات وافطار صايم في نفس الوقت. والله انا بالنسبه لي احنا دائما اخذ الخلاص، خلاص الحسا او خلاص القصيم، والسكري طبعا، وفيها التمر انواع طبعا، فيها الكنيز المكنوز اللي هو مضغوط هذا، وفيها الفتيل سكري فتيل، هذا الحبات هذا هو افضل يعني بالنسبه للاكل. لكن هو طبعا جماعه الناس اللي معاهم سكر ومعاهم هذا يعني ياخذ لهم غالبا الخلاص، لان السكري بيكون زياده سكره. تنتج السعوديه 17% من مجمل الانتاج العالمي بواقع 1.5 مليون طن من التمور سنويا. تنتجها 31 مليون نخله في السعوديه، كاكثر نوع من الفواكه تصدره السعوديه سنويا بقيمه غذائيه عاليه اتفق عليها أهل الحاضرة والبادية. بدر الشريف، MBC.